أستاذ دكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية. مساء الخير على حضرتك يا فندم. أهلا، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. دكتور عبد الجواد، كان في تصريح رسمي على لسان دكتور حسام عبد الغفار من يومين امبارح بسرعة انتشار أوميكرون في مصر والعالم، والتشديد طبعا على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات. وأنا بداية سؤالي لحضرتك، هل ده شيء مطمئن أم شيء مقلق التصريح بسرعة انتشار أوميكرون بدرجة كبيرة؟ والله سرعة انتشار هو أوميكرون الأول، الشراسة بتاعته أو الطراوة بتاعته في المرض أقل من الدلتا أو أقل من جميع المتحورات السابقة. يعني التحور الأخير اللي حصل ده في حاجتين حصلوا فيه، سرعة الانتشار، وسرعة الانتشار هنا أكتر من 10 أضعاف سرعة انتشار آخر سلالة كانت في العالم اللي هي دلتا. ولكن الحاجة الثانية إن الشراسة بتاعته أو الضراوة بتاعته في المرض أقل، وده ناتج من إنه بيصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي. يعني بيصيب الحنجرة، القصبة الهوائية، الأنف، ولكن ما بينزلش إلى تجويف الرئة. تمام. تجويف الرئة نفسه مساحته، مساحة الرئة بتاعت أي واحد فينا تعادل مساحة ملعبين تنس. ملعبين تنس. فلو حصل ملعبين تنس. المساحة بتاعت الرئة، كل فص رئة قد ملعب تنس. عشان بنجمع، بنجمع المساحات الخاصة بقى بالحويصلات والتشعيب دوت. صح. تمام. لما نجمعها الرئة الواحدة تفرد قد ملعب تنس. فلما يحصل التهاب بقى على مساحة بالحجم ده، لا ده بيبقى خطير شوية. الفيروس ده العيلة بتاعته نفسها على فكرة، اللي هي عيلة الكورونا، فيها 4 سلالات أصلا بيعملوا رشح وبرد. فإحنا الأمل الكبير إنه لما يبقى فيه عدد كبير جدا جدا جاله العدوى أو الإصابة وليس المرض ويكتسب مناعة، في الحالة دي ممكن نوصل إلى مناعة القطيع أو مناعة المجتمع اللي هي الهيرد اميونيتي. بس علشان ده يتحقق المفروض ما أنا ما يجيليش فيرال لود أو ما يجيليش كمية من الفيروس تسمح إن هو يتغلب عليا، ولكن أنا اللي أغلبه وبالتالي ما يخرجش مني. طب إزاي نوصل بقى لفكرة إنه لما يخش لي الفيروس تحصل الإصابة وينشأ عنها مناعة ولا ينشأ عنها مرض؟ إني لازلت بأؤكد على الإجراءات الاحترازية. اللي هي أول حاجة وأهم حاجة على فكرة والله التطعيم. يعني لازال لغاية دلوقتي التطعيمات المتوفرة، سواء الصيني سينوفارم، سينوفاك، فايزر، موديرنا أمريكاني، أسترازينيكا، سبوتنيك، كل التطعيمات ده لازالت إلى الآن فيها كفاءة بدرجة معينة. ما هياش بنسبة 100% لأنه أصبح عندنا تحور. لأن زي ما بقول أنا، الأجسام المضادة اللي بيعملها التطعيم دي يا إما مناسبة تماما، يا إما مناسبة إلى حد كبير، يا إما مناسبة إلى حد ما، أو غير مناسبة بالمرة. التطعيمات اللي موجودة مناسبة إلى حد كبير، مناسبة إلى حد ما، وعشان كده الفيروس ده لازال متصنف مثير للقلق وليس ذو عواقب وخيمة. ولكن كل ما عدد كبير من الناس ياخد العدوى بكمية قليلة وينشأ عنها مناعة، ساعتها ممكن نوصل بقى لمناعة المجتمع. الحاجة التانية بقى برضو عشان أقلل كمية الفيروس اللي بتخش لي، ألبس كمامة وأعمل تباعد اجتماعي. يعني الفيروس ده بينتشر بسرعة رهيبة جدا جدا، 10 أضعاف سرعة انتشار دلتا. ففي أمل كبير ربنا يسهل إن شاء الله، تبقى دي آخر سنة نتعامل مع الجائحة ده هي. ولكن هيظل في دول نسبة التطعيم فيها متدنية جدا طبعا. في الحالة دي هيتحول هذا الفيروس إلى
فيروس متوطن في الدول بالظبط اللي ما خدتش تطعيم كفايه. طيب دكتور عبد الجواد، كلام علمي عظيم يتطلب بعض الاستيضاحات. دلوقتي الدكاترة بيقولوا أي برد تقيل اعتبره أوميكرون، ويا سيدي الأوميكرون زي ما حياتك تفضلت مش خطر وما بيعملش جلطات وما بينزلش الرئة ووا. أعرف منين إن ده برد عادي ولا كورونا؟ لأن الكورونا بتتطلب عزل، ولو كورونا إيه هي؟ أنا شفت، أنا شخصياً عملت الرابيد تيست اللي هو المسحة السريعة ده امبارح عشان كان عندي دور برد بقاله 10-12 يوم، الحمد لله طلعت سلبية. لكن سألتهم طب لو طلعت إيجابية أعرف منين إذا كان ده أوميكرون ولا كورونا عادية ولا متحور دلتا؟ درجة الشراسة أعرفها منين؟ من الأعراض. يعني أنا لازلت بنفس الفكرة القديمة، لو واحد عنده برد أو انفلونزا، هل ده ينصح بأنه هو يروح الشغل ولا يقعد في البيت؟ يقعد في البيت ببساطة شديدة جدا. واحد عنده برد يقعد في البيت، أولا بيحمي نفسه عن طريق أنه ما بيبذلش مجهود. على فكرة الانفلونزا أو البرد أو الكورونا لو جت لواحد ما سببتش المرض، هي بتعمل مناعة. أيوه. طب علشان أخلي جهاز المناعة يشتغل أسرع أعمل إيه؟ أستريح في البيت. أيوه. أخد مشروبات سخنة وتعامل مع الأعراض. يعني أنا كحيت أخد دواء للكحة. أيوه. ارتفعت درجة الحرارة أخد دواء خافض للحرارة. أخد فيتامين سي، أخد ليمون، اللي هي نفس الحاجات اللي كنا بنعملها زمان لما واحد يجي له دور برد او دور انفلونزا. ايوه. ودايما كل مجتمع بيبقى عنده مناعه ضد السلالات المنتشره فيه. عشان كده بقول انه لو عدد كبير من الناس متطعمه، ولو هو متطعم على فكره ده ما يمنعش ان هو ياخد عدوى. ايوه. ودي اللي هم بيقولوا عليها اصابه. معظم الناس بتفسر انه واحد اصيب بفيروس كورونا يبقى عيان. لا لا، أصيب بفيروس كورونا واحد ما عندوش أعراض خالص نهائيا. أيوه. ويروح يعمل مسحة ويطلع بوزيتيف. أيوه. هي ال 50 مليون اللي جالهم، هل في 50 مليون واحد جالهم مرض الكورونا؟ لا، هم جالهم عدوى الكورونا. ويا ظهرت عليهم أعراض خفيفة يا ما ظهرتش خالص. طب يا فندم، هو ما زال السؤال قائم وعلامة الاستفهام تجد مكانها بقوة. دلوقتي لو في إصابة، حضرتك قلت البرد بقول له اقعد في البيت وارتاح والمناعة تشتغل أكتر، وآخد حاجة لعلاج الأعراض. طيب لا قدر الله لو ده كورونا، وهل هيدي أعراض مختلفة؟ ما أنا بعالج الكحة وبعالج السخونة وبعالج الصداع. طب هو لو انا خطوره الموضوع لو ده كورونا خصوصا دلتا وانا سايبه وبعالجه على انه برد، مش ده يعمل خطوره في ان انا ملحقش من بدري؟ ولا ايه الاعراض الشرسه اللي حضرتك قصدتها لو جت اعمل على طول مسحه؟ صعوبه التنفس دي اهم حاجه. صعوبه في التنفس، يعني بياخد نفسه بصعوبه. معنى ذلك انه الفيروس بأعداد قليلة وصل للرئة. كل ما عدد الفيروس يزيد في الرئة تحت، فبالتالي الالتهاب يزيد، فالسوائل بتملى الرئة، اللي يعني كانوا زمان يقولوا عليه عنده مية على الرئة. أيوة. لا، هو عنده سوائل مخاطية مالية الرئة، فبالتالي الرئة ما عادتش عندها القدرة أنها تاخد أكسجين من الهواء. أيوة. فبقى عنده صعوبة في التنفس. ساعتها دي مرحلة خطيرة، ويتطلب ممكن يتطلب يروح المستشفى. هو كل الناس اللي خايفة دلوقتي بره مش خايفة من ان واحد يجي له كورونا او مايكرون فيموت، لا، هي خايفة من الضغط على المستشفيات، لانه اي واحد هيحس بمشكلة خايف من الكورونا هيروح المستشفى، فيبقى في ضغط عالي جدا على الخدمة الصحية. طب احنا يا فندم عندنا احصائيات لمدى انتشار دلتا بلس او دلتا
في مقابل الأوميكرون في مصر على الأقل؟ ما أعتقدش، ما عندناش، ما أعتقدش. لكن هو الواحد بيحسبها بالإحصائيات العالمية وسرعة الانتشار. يعني حتى يا فندم دي أنا أقدر أقول لك، أقدر أقول لك دلوقتي إن السلالة السائدة في مصر هي سلالة أوميكرون مع عدد محدود جدا جدا من دلتا. طيب. لكن خلاص ما هو العالم كله بقى قرية واحدة متجه. طيب يا فندم اسمح لي أسأل سعادتك عن حتى حكاية صعوبة التنفس برضو، دي بيقيمها الطبيب، لأنه أنا كمريض ممكن أحس إن أثناء طرد البلغم أنا مش قادر أخد نفسي، أو أثناء الكحة أو شرخ الزور اللي سببته الكحة التقيلة باخد نفسي بصعوبة، بس مش هو ده أكيد صعوبة التنفس اللي سيادتك تقصده؟ لا لا مش دي، لا صعوبة التنفس يعني فعلا عنده اللي هي ديستريس، مش قادر ياخد نفسه. طيب يا فندم الأعراض اللي بعد أدوار البرد، يعني إن الواحد يحس إن ودنه مسدودة زي ما كنا زمان بيقولوا لنا قناة ستاكيوس بيحصل فيها نوع من أنواع الالتهاب بسبب نزلات البرد، أو إنه الواحد الكحة تطول مع شوية، أو إنه في حالة عدم وجود درجة حرارة مرتفعة، هل ده مطمئن بشكل كافي إنه مش محتاجين نعمل مسحة وإنه نعالج الأعراض بس زي ما سعادتك قلت؟ أصل برضو الفكرة إنه أوقات لما بيحصل التهاب فيروسي في الجهاز التنفسي، أيوة، المناعة بتاع الجهاز التنفسي بتقل، ده بيسهل الإصابة بالبكتيريا اللي أصلا موجودة في الجهاز التنفسي. أيوة. ولكن الشعب الهوائية كان عندها حتى المخاط اللي احنا بنفرزه خفيف ده بيدي مناعة لأنه بيطرد الميكروب بر. أيوة. ساعتها في لو درجة الحرارة ارتفعت بيبقى في احتمال بقى كمان التهاب بكتيري مصاحب. يعني واحد نتيجة المناعة قلت في الرئة فبقى عنده بكتيريا في الرئة، ساعتها هنستعمل مضاد حيوي. لكن أيوة. الناس اللي هو واحد عنده برد خفيف هي كورونا ولكن عاملة له أعراض البرد الخفيف ويجي عامل بقى بروتوكول الكورونا ويستعمل أدوية أنا مش عايز أقولها، ده خطأ كبير جدا جدا جدا. طب حضرتك بقى يعني لازلت بقول نقطة المضاد الحيوي اللي حياتك أشرت إليها دي مهمة جدا، لأن البروتوكولات تم تحديثها وحذرت وزارة الصحة من وصف المضاد الحيوي عمال على بطال بدون يعني الدخول في أسماء تجارية تحسب علينا كدعاية أو شيء من هذا القبيل. إمتى الواحد، طب ما احنا كنا بناخد مضاد حيوي للبرد، طب هل الوزارة تقصد عندما نتأكد أنها أوميكرون بلاش مضادات حيوية ولا إيه بالظبط؟ نحسمها إزاي؟ نحسمها طالما هو الفيروسات لا تتأثر بالمضادات الحيوية. من الآخر ده حاجة كلام يعني قولا واحدا، الفيروسات لا تتأثر بالمضادات الحيوية. أي. الناس بتستعمل المضادات الحيوية بعد الانفلونزا لو حصل التهاب بكتيري في الرئة، ساعتها يبقى المضاد الحيوي يدي تأثير على البكتيريا. لكن لازلت بقول طالما عندي الأعراض أعراض خفيفة جدا أتعامل مع الأعراض، العرض بكح خد دواء كح استعمل دواء كح، ارتفعت درجة الحرارة لغاية 38.3 استعمل خافض للحرارة. لكن يا فندم لكن طالما في ظل الدور البرد التقيل البايخ السخيف اللي بيصيب يعني اكتر من عشرات الالاف من المصريين دلوقتي، ممكن تاخد حضرتك ادوية برد او من اللي احنا متعودين عليها دي، مش عايز اقول اسمه، بالعشر ايام وما بيحصلش حاجة، ما بينزلش البرد، تفضل الكحة موجودة، بيفضل المخاط ربما نازل. لازلت بقول الكورونا الأوميكرون التعامل معاها دور برد خفيف. فشوف بقى انت كنت بتستعمل ايه في دور البرد الخفيف، استعمل نفس الأدوية.
اللي هي حتى عندنا في الصيدلة يقول عليها on the counter، يعني بتتصرف من الصيدلية من روشت. بدون روشت. طيب احتقان الزور بالتحديد، هل ده مؤشر لالتهاب بكتيري ولا فيروس ولا من الكحة اللي بتخلي الواحد بيكح بيعمل كده بيحس ان زوره بيتجرح وهو بيكح؟ ايه بالظبط يعني موقفه ايه كعرض في اللي احنا فيه ده؟ التلات حاجات هقول لك انا. اتفضل. بس عايزه يعني طبيب يشخص. صح كده. ليه بقى؟ انت تلاحظ معظم اطباء الجهاز التنفسي بيحط خافض لسان في بقه ويقول له قول فلما يقول اللوستين بيطلعوا او الحنجره بتطلع لفوق. بيقدر يشوف هل في صديد على التجويف بتاع الحنجره من جوه ولا لا. لون الصديد نفسه هل هو ابيض شاهد ولا ابيض مصفر ولا حمار، يعني التهاب احمر حقيقي، التهاب صريح، احتقان. في الحاله دي هو يقدر بقى يقول هل انا حدي مضاد حيوي ولا حدي فقط دواء مضاد للاحتقان. طيب خليني اسال حضرتك عن حاجه طبيب. تمام. حاجه بتعتبر فتح في تاريخ تاريخنا احنا مع كورونا، وهي الايفو شيلد اللي هو الدواء بقى. الدواء ده دكتور حسام المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية بيقول انه هذا العقار ده دواء بقى، مش 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 لقاح، يعني مش حاجة باخدها عشان ما يجيليش، لا ده دواء علاجي وبيبقى افكتيف قوي، وسيادتك تصلح لي في الايام الاولى للاصابة. منحته هيئة الدواء المصرية ترخيص الاستخدام الطارئ زي كل ادوية زي كل لقاحات كورونا، وحصل برضو من المنظمات الدولية على هذا الأمر ومنظمة الصحة العالمية. إيه بقى أهمية هذا العقار أو هذا الدواء، عشان كلمة عقار مش مفهومة قوي، وجدواه في علاج كورونا، وإمتى نستعمله وإمتى ما يجيبش نتيجة؟ لغاية دلوقتي بص، علاج الفيروسات كلها الفيروسات لازال عليها علامة استفهام. ده الوضع مختلف قوي عن البكتيريا مع المضادات الحيوية. في حاجة في الأدوية بيعملوها اللي هو إعادة تموضع أو repositioning of drug، بمعنى إن أنا عندي دواء يستعمل في حالة معينة ولكن ممكن يبقى له تأثير في حالة تانية. ده ما بيتطلبش بقى إن أنا أعمل التجارب السرية على مدى سمية هذا الدواء، يعني الدواء اصلا كان بيستعمل، وده دواء ياباني اصلا، كان بيستعمل لعلاج حالات الانفلونزا الشديده، ولكن لان في شبه كبير ما بين في التركيبه الداخليه لانزيم معين موجود في فيروس الانفلونزا وفيروس الكورونا، فبيعيدوا تموضع الدواء ده علشان يستعمل في الكورونا. لكن هم عاملين أدوية أكثر تخصصا وبرضه هينزلوها استعمال طارئ مختلفة شوية، لكن محدش يستعمل دواء مضاد للفيروسات وبالتحديد كورونا لمجرد إنه ده دواء غالي، يعني هو بيضيع فلوس و مش ذو جدوى، ما لم يكن طبيب متخصص هو اللي كتبه. لان هو ده دواء بيعاد تموضعه. كان بيستعمل في حالات الانفلونزا هيستعمل حاليا في حالات الكورونا. هل في كل المراحل يا فندم ولا في بيبقى فيري افكتيف او مفيد في المراحل الاولى؟ هو برضو كان في الانفلونزا مفيد في المراحل الاولى، وفي الحاله دي مفيد في المراحل الاولى، اللي هي لازال عدد الفيروسات في الجهاز التنفسي نسبيا محدود. لكن لو عدد الفيروسات بقى عالي جدا خلاص اصبح الدواء ده غير ذو قيمه.
دكتور عبد الجواد، انا مش عارف اشكر سعادتك ازاي على المعلومات العلميه القيمه والخبره الطويله وتشريف حضرتك لينا. الله يخليكم، الله يخليكم، سنه طيبين. وحضرتك طيب جزيل الشكر لاستاذنا الاستاذ دكتور عبد الجواد هاشم، استاذ المايكروبيولوجي والمناعه بكليه الصيدله بالجامعه البريطانيه، وكل الشكر لحضراتكم لوجودكم معانا في حلقه النهارده. اسعدتوني جدا، خصوصا دي اول حلقه أقدمها على مدار ساعة ونص بعد شهر كيهك المبارك. عايز بس أقول لحضراتكم قبل ما نختم حلقة النهاردة إن إحنا بكرة عندنا برامون الغطاس اللي هو الاستعداد لعيد الغطاس. فبكرة عندنا قداس عيد الغطاس، ويوم الأربع عندنا عيد الغطاس نفسه، فمش هيكون عندنا حلقات لبرنامجنا، لكن يوم الخميس تنتظرونا في حلقة إن شاء الله بدعواتكم ومجهودات زمايلي تكون مهمة جدا جدا جدا، لأنها بتمثل الذكرى الثانية لبدء تشرفنا بإن إحنا يعني بداية السنة الثالثة، لأننا نبقى موجودين مع حضراتكم في من خلال برنامج مساء الخير. هنفتح تليفونات في الحلقة دي، هنستدعي ذكريات، هنشوف زملائنا حتى لو مش هم اللي بيقدموا الحلقة، هناخد آرائكم في الشارع. جهزوا نفسكم وقولوا لنا كل اللي نفسكم فيه، نفسكم تشوفوا ايه في برنامج مساء الخير الفترة القادمة، ايه اللي قدمناه وكان كويس، هل التوقيتات الزمنية مناسبة ولا في فقرات تحتاج لزمن أطول وفقرات لزمن أكثر رشاقة، ايه نوعية الموضوعات اللي انتم محتاجينها نستمها في أجندة البرنامج ولو على المدى الطويل. موضوعات مش بالضرورة تكون مرتبطة بالحدث اليومي اللي لازم أي توكشو يناقشه، نوعية الضيوف ودرجتهم ودرجة الكفاءة بتاعتهم، هل وجود حضراتكم من خلال التليفون والإيميل وكل الوسائل التواصل داخل البرنامج وجود كافي، حاسين بنبضكم بنرد عليكم، كل ده نتناوله معا في حلقة الخميس القادم من مساء الخير.